أنا ابتسام بركات، وقد قمت بكتابة الفتاة الليلكية، هذا العمل الفني عن الفنانة العظيمة تمام الأكحل، وهي تقف بجانبي الآن وأريد منها أن تتحدث. تفضلي بالحديث بعض الشيء عن الكتاب. كل من هاجر وهجر واقتلع من بيته وغادر بلاده كان معه مفتاح بيته على أمل أنه حيرجع بمدة بسيطة، لأنه حسب الدعاية اللي عملوها أنه كلها 15 يوم ترجعوا لبيوتكم، فأخذوا المفاتيح تاعهم بيوتهم. هنا المفاتيح بتلحق اللون عشان تقول أنا مستنياكم وأنا لسه جاهز عشان تفتحوا البيت وترجعوا. المفاتيح كانت تنتظر، وكذلك المنازل تنتظر والألوان تنتظر. وحين عادت تمام في خيالها إلى يافا وإلى المنزل، صارت هنالك مفاجأة عجيبة، لن أقولها طبعا حتى يقرأ الناس الكتاب، ولكن هنالك انتصار لتمام. أنا بتذكر بيتي اللي كان فيه هذا الإزاز المعشق اللي بيسموه ملون، وكان أحب لحظة عندي لما تشرق الشمس وتيجي على الإزاز تترك ألوانها على الأرض، فأبقى أنا مكيفة أول هيك وأنا صغيرة أطلع كيف أجي أرسم على الأرض على كل لون تركا الشمس. طبعاً أكل الخناقة لأنه وسخت البيت، لكن في نظري أنا البيت بيتي بتذكر عليه هو هلأ لما شفته كان فيه الحديد، أيامها ما كانش فيه حديد، كان الخشب على طول. فاللي سكنت فيه وهذا بيت عارف الأكحل، كنت هذا خطي أنا اللي موجود. هذا يثبت على أنه بيتي، البيت كله معدن هون، لأنه لما روحت على البيت عندي هون سكر البيت بالجنزير، عملية كتير 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 حلوة، عمل فني رائع. وبعدين نص العين لجوا انه بطلت تفتح لي الباب، لانه الباب فيه انا اجي افوت على بيتي حاطه الجنزير وطلع عشان ما افوت انا، وما دخلتنيش وما دخلتنيش فيه. اربع مرات رحت لها، راحت اربع مرات وراحت هذه، بس لما يعرفوني انا ما يدخلونيش البيت. فعملت لوحه واللي كانت ساكنه فيه أو لحديت ما رحت يعني شوشانة فنكلشتاين، هي من فرانكفورت، ألمانية من فرانكفورت، ومتجوزة واحد فرنسي وساكنة معاه في البيت. طب أنت فرنسية وهذاك جوزك فرنسي وأنت عندك الجنسية الألمانية، تركوني البيت عشان أنا ساكنة في الخيمة وهم يسرحوا ويمرحوا في بيتنا.